مسيرة للجبهة الشعبية تنديدا بالإرهاب في شارع الحبيب بورقيبة اليوم. الحوار الوطني اليوم يناقش مسألة الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية ويؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية لمجابهة الإرهاب. الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل يصرح بإمكانية الترفيع في الأجر أدنى المضمون خلال مؤتمر البريد بنابل. من الحوار التونسي نشرة الأخبار، أهلا بكم. نستهل أخبارنا من العاصمة، حيث انتظمت تظهر اليوم مسيرة منددة بالإرهاب دعت إليها الجبهة الشعبية وشهدت مشاركة عدد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني. المسيرة جاءت على ضوء الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها ولاية القصرين، حضر فيها قياديون بالجبهة الشعبية على غرار حمى الهمامي وأحمد الصديق وغيرهم. بخضر حاجي والنقل التالي. بأصوات غاضبة تظاهر أنصار الجبهة الشعبية وحزب المسار تنديدا بانتشار الإرهاب في البلاد، داعين السلطات إلى مؤتمر وطني عاجل ضد الإرهاب. وبالنسبة للجبهة الشعبية ما لا تدين فقط الإرهاب، وإنما تدعو إلى مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب، من أجل وأن نأخذ بعين الاعتبار كل العناصر اللي متعلقة بالإرهاب، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية، الدينية، الأمنية، وكذلك المعطيات الداخلية والخارجية ينوي الإرهاب. لخبطة أمنية في حادثة القصرين الإرهابية خلفت انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية ودعوات من الأحزاب لإعادة ترتيب هذا البيت. هي كانت من الجرأة ومن التطور بمكان، خلينا ننتبه الكل إلى أنه ضروري إصلاح هيكلي سواء للمنظومة الأمنية أو الإقدام على تطهير حقيقي لكل بقايا حكومة الترويكا. أيضا وهذا هو نقاط الضعف اللي ظهرت أخيرا، يلزم إصلاح المنظمة والمؤسسة الأمنية بصفة كاملة، ويلزم خطة أمنية شاملة ومتكاملة، وتبدأ بتحييد المساجد وبإلغاء كل ما من شأنه أن يدعو إلى التكفير. مسيرة رمزية ارتفعت فيها الأصوات المنادية بمحاسبة قيادات الائتلاف الحاكم السابق وتنقية الأمن الوطني من وجوه مسيسة قد تقصف باستقرار البلاد. ثم جملة من المحاسبات لازمها تتم. اليوم جمهورنا يعيط العرايض للتحقيق، ونحن مع هذا المطلب على قاعدة الإخلالات اللي أحدثها سعلي العرايض في وزارة الداخلية والإرباكات اللي خلقها للمنظومة الأمنية في مقاومة الظاهرة الإرهابية. ما نجموش لم تعد تونس آمنة بعد استهداف بيت وزير الداخلية الحالي، ذاك ما تراه في عيون المحتجين وتساؤلات عن ردة فعل السلطات تجاه حدة ضربات الإرهاب. جلسة الحوار الوطني انتظمت اليوم بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، تناولت بالنقاش ضرورة توحيد الصفوف من أجل مجابهة الإرهاب. كذلك ناقشت الجلسة مسألة الفصل أو الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث أكد بعض السياسيين أن هناك توجها واضحا للفصل بينهما. تضامن كل الأحزاب السياسية وكل المنظمات الوطنية مع المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وتضامنها في حربنا الكل ضد الإرهاب، وبالطبع معناها الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها. مسألة ثانية هي الانتخابات، نعتقد أنه فما اتجاه واضح نحو فصل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ونعتقد أنه هذا الاتجاه الأغلبي، وهذا مش ثم قرار. وبالطبع مازال فما حوار حول بعض من تكون قبل التشريعية أو الرئاسية، فما بعض الاختلاف في وجهات النظر. نعتقد أنه سننتهي إلى قرار معناها تاريخ الانتخابات ومبدأ معناها تفريق الانتخابات التشريعية والرئاسية. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أثناء أشغال لمؤتمر البريد عقد بمدينة نابل يوم أمس أن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بالترفيع في قيمة الأجر الأدنى المضمون بمبلغ 34 دينارا، ومن المنتظر أن تتولى الحكومة الإعلان عن هذه الزيادة. هو مازال موقعش الإعلان بشكل نهائي، ولكن في المفاوضات توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة أنه الأجر الأدنى سيقع الترفيع في قيمته، و
وقعت تقريب باش تكون فيه زيادة للأجر الأدنى المضمون لنظام 48 ساعة، زيادة تقدر تقريبا ب 34 دينار تكون صافية بالنسبة للعاملين في هذا الصنف. في أخبار الجهات اليوم، نظم المعهد العالي للتصرف بسوسة الملتقى الدولي التاسع الذي اهتم بالمشاكل الاقتصادية الراهنة وبتمويل المؤسسات، وذلك بمشاركة عدد من الطلبة والأساتذة الجامعيين من تونس ومن مختلف البلدان العربية والأجنبية، حيث يهدف المؤتمر إلى تحفيز الطلبة على بعث المشاريع وخلق التنمية وبالتالي خلق مواطن شغل. ليلى بلطيفة والنقل التالي. في إطار تحفيز الطلبة على بعث المشاريع وخلق التنمية وبالتالي خلق مواطن شغل، نظم المعهد العالي للتصرف بسوسة صباح اليوم الملتقى الدولي التاسع، والذي تعرض أيضا للواقع الاقتصادي التونسي الراهن وسبل تمويل المؤسسات. الملتقى هذا الدولي تنظم المعهد العالي للتصرف بسوسة، معناها هذا الملتقى التاسع، هو يهتم بالمشاكل الاقتصادية متاع تونس، ومعناها كل المشاكل اللي تهم معناها الفينانسمون نتاع لي زونتربريز، والمشاكل سورتو في الفتره الصعيبه اللي تعيش بلادنا في الفتره هذه. وعندنا مشاركين معناها من كل الدول، من فرنسا، من البرتغال، من المغرب، من الجزائر، كلهم باحثين عندهم يقولوا في معناها في السوجي هذا نتاع الفينانسمون دي زونتربريز. السنه عملنا المؤتمر التاسع اللي جاي في سوسه، اللي يعطينا فكرة كيفاش نطوروا السيستم دا فورماسيون في وسط الشركات، وكيفاش الشركات يبعثوها المستثمرين التلامذة جدد، طلبة جدد، هما اللي يبعثوا المشاريع، وهما اللي يخلقوا الثروة، وهما اللي يخلقوا التنمية، وبهذاك يجي التشغيل. أهمية كبيرة للملتقى أكدها مختلف الحضور، أساتذة كانوا أو طلبة، من خلال تطرقه لجوانب عديدة ولمواضيع مواكبة للواقع الاقتصادي ولاحتياجاته. مشاركة دولية واسعة، مشاركة للطلبة، مشاركة للسادة الأساتذة، ويتطرق لجميع المجالات المتعلقة بالتدبير وتسيير المقاولات وتسيير الشأن المحلي أي الحكامة. وهذا في نظري شيء مهم، باعتبار أن هذا المؤتمر هو مؤتمر واسع وكيشكل مناسبة للتفاعل ما بين الشباب الباحثين والأساتذة. حضرت في كل كذا خاطر ينفع واحد لازم يشوف شنو صار جديد في لي ريغيرش، ويحاول زاده هو كيف يقدم المشاركة متاعه، يقول معناتها يحاول يشوف شنو صار في تونس، شنو صار في تونس، ويحاول نبدلوا شوية شنو لي ريغيرش متاعنا باللي زارتيكل اللي نكتبوهم، نشوفوا نحاولوا نبدلوا شوية مثلا لونتربرونيا، اون اساي دو كونفانكر لي جون شنو باهية اللي هي لونتربرونيا باهية، اون اساي زادا باش نوريهم شنو عملنا وشنو ما عملناش وشنو تقدمنا وفين وصلنا وفين وصلت لي ريغيرش في تونس. ونحبوا نعديو ميساج للسياسيين اللي التشغيل ما يجيش بقرار بستيلو، يجي بخدمة من قبل وتحضير، وفما استراتيجي دو ديفلوبمون تعمل اللي احنا تو نحبوا نبنيوها على نوفيل تكنولوجي دو لانفورماسيون، باش نجموا نخلقوا ثروة من نوع جديد اللي تخلق لنا فرص عمل جديدة. هذا ويختتم الملتقى بعد غد الأحد غرة جوان، والذي سيفرز عن توصيات في خصوص حسن التصرف في المؤسسات وسبل دفع التنمية والتشغيل. عقد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسوسة أيضا اليوم جلسة عمل، وذلك حول بعث مجمعات لصيانة الشوارع التجارية بمدينة سوسة. الفكرة كانت جاءت نتيجة عدد من التشكيات التي عبر عنها أصحاب المحلات التجارية في أكثر من مناسبة، إزاء الأوساخ والنفايات وتعطل حركة المرور أمام محلاتهم، وهو ما جعل الاتحاد يبعث هذه المجمعات للقضاء على هذه الظواهر والحفاظ على نظافة مدينة سوسة. اجتماع اللي صار اليوم يدخل في إطار العمل على بعث مجمعات لصيانة الشوارع التجارية، وهو معناها مشروع انطلق فيه الاتحاد وفكر فيه باش يساند العمل البلدي ويعاد الشوارع التجارية، يعني الشوارع اللي فيها المحلات التجارية
لانه التجار معناها خاصه يتذمرون معناها يتذمروا برشا من معناها وجود النفايات وجود حركه المرور المعطله يعني العديد من الاشكاليات. ففكرنا في بعث معناها مجمعات او جمعيات للعنايه والصيانه بهذه الشوارع تكون من اهم مهامها هي جمع النفايات، كنس الارصفه، مراقبه الشارع عن طريق معناها كاميرات مراقبه، معناها التعريف بالمحلات والمتواجده بالشارع عن طريق الويب، وتكون همزه الصله بين البلديه والسلطه الجهويه في اي اخلالات بطبيعه موجوده في تلك الشارع. بمناسبة اليوم العالمي للحليب الذي يصادف غرة جوان من كل سنة، نظمت النقابة الجهوية للفلاحين بالاشتراك مع المجلس الأمريكي للحبوب والشركة التونسية للإنتاج الغذائي والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان ندوة وطنية حول استراتيجية تنمية قطاع الألبان بأحد النزل بصفاقس. تناولت هذه الندوة جملة من المحاور من بينها الفوائد الغذائية للحليب وواقع وأفاق منظومة الألبان والاستراتيجية المستقبلية لقطاع الألبان، هذا إلى جانب المقترحات العملية لتطوير هذا القطاع وتحسين مردوديته لكسب رهاني الجودة والتصدير. اليوم العالمي للحليب احنا اول مره في تونس وفي ولايه صفاقس بالذات نحتفلوا بهذا. احنا نعتز ان النقابه التونسيه للفلاحين فرع صفاقس قام بالمبادره هذه. يلزمنا نعرفوا في تونس انه ماده الحليب ماده متوازنه متكامله، يعني اي شخص يجم يشرب الحليب يوميا ويعيش طول حياته. هذاك علاش ركزنا احنا على التظاهرة هذية. لازم نعرفوا احنا التوانسة نشربوا حوالي 100-110 لتر في العام، بينما في دول اخرى نوصلوا حتى 300 لتر. احنا الحليب بطبيعة الحال مرتبط عضويا بمنظومة اللحوم الحمراء بالغراسات، فلهذا معناه هو زاد يساهم بشكل كبير في تحقيق أمن الغذائي. ما ننساوش اللي ثلاث سنين التوالى المنظومة ضرت، لذلك احنا حبينا نحيو هالقطاع هذايا بالتظاهرة هذية وغيرها باش زاد السلطات المعنية تنتبه لأهمية القطاع في تأمين غذائنا وفي تأمين صحة مواطنينا. إلى ولاية نابل أين عقدت النقابة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أول مؤتمر لها بعد انفصالها عن الجامعة العامة للبريد والاتصالات برئاسة سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي وبمشاركة 20 مترشحا و57 نائبا وتنافس قائمتين انتخابيتين. أحمد الخويني والتقرير التالي. عقدت النقابة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أول مؤتمر لها بعد انفصالها عن الجامعة العامة للبريد والاتصالات برئاسة سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي وبمشاركة 20 مترشحا و57 نائبا وتنافس قائمتين انتخابيتين. هو مؤتمر استثنائي بجميع المقاييس، استثنائي أولا لأنه فيه انفصال على جامعة الاتصالات، وفي نفس الوقت أيضا في الظرف الدقيق اللي يمر به هذا المرفق العمومي قطاع البريد واللي يحتاج إلى نقابة قوية. أول باش تكون في أول مرة معناتها البريدين باش تكون عندهم نقابة عامة خاصة بهم، والحقيقة فما أمال كبيرة معلقة على النقابة هذية على خاطر القطاع يمر بوضع حرج. فما النقطة الأساسية معناتها واللي معناتها نجم نقوله تؤرق معناتها بال البريديين الكل هي نقطة التفويت في المؤسسة. معناتها الإدارة العامة تتصرف بطريقة أنها متسامحة تسامح كبير مع المؤسسات الأجنبية اللي قاعدة تنتصب في تونس بدون رخصة. ويأتي مؤتمر النقابة العامة للبريد في ظرف تشهد فيه أغلب مراكز البريد بمختلف الجهات احتجاجات متواصلة، وذلك بسبب عدم التزام الإدارة العامة بتعهداتها وإصرارها على ضرب الاتفاقيات السابقة والحقوق المكتسبة للأعوان وتواصل سلسلة التسميات المسقطة خارج إطار الاتفاقيات.
باعتبار قطاع البريد من القطاعات الحساسة، قطاعات العمومية اللي يلزم تبقى على خدماتها قريبة من المواطن في كل الأماكن، من ريف إلى المدينة إلى أقصى مناطق البلاد. وفي نفس الوقت ثم البريديين عندهم جملة من المشاغل والمطالب لابد أن تلبيها لهم نقابتهم العامة، بعد خاصة ما تم إمضاء اتفاق اللي مازال فيه جزء كبير ياسر لم يتم تطبيقه، وبطبيعة الحال إعادة هيكلة القطاع مدام نقابة جديدة، وهيكلة القطاع تحتاج إلى فترة من المشاورات والنقاشات حتى على مستوى النقابات الأساسية والجهوية لتفرز في الأخير هيكلة قطاع البريد على الأسس اللي انبنت عليها كل القطاعات في الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد اختتم المؤتمر مساء أمس بعدما أفرز نقابة تنتظرها ملفات عديدة. إذا طالبين باش تقبلوا بهذا التمشي مرحبا بهذا الحوار. أسمهان الذيب أصيلة معتمدية أم العرايس من ولاية قفصة تعتبر أول امرأة تقتحم ميدان الصناعات الميكانيكية وتحديدا إصلاح الدراجات النارية والهوائية في ورشة أبيها. أسمهان استطاعت رفقة أختها إيمان التغلب على كل العراقيل وجلب احترام الكثيرين في مهنة صعبة كانت في السابق حكرا على الرجال. رياض الحدوري ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. عمل دؤوب وحركة لا تهدأ، تركيز وجدية وإصرار على اقتحام مجالا كان في السابق حكرا على الرجال. أسمهان أصيلة الحوض المنجمي وتحديدا معتمدية أم العرايس، واصلت تخطو خطى والدها بعد وفاته لتحصيل لقمة العيش. بعد ما نخرج من المدرسة نجو معناتها بحثا بابا يبدأ كيكا يختم، هو رجل كبير نجو نعاونوه. بعد توفى الوالد ولينا مع بعضنا نجو ديما معناتها الحانوت ونخدم. استطاعت بعزيمتها التغلب على كل الصعوبات ونافست الرجال في أصعب المهن. من ناحية الصعيبة هي صعيبة، وبصراحة ساعات بالحق نلقى برشة صعوبات معناتها فيها، من ناحية الخدمة نلقى ساعات كصعوبات، لكن تعودنا بالحق تعودنا. هي هذيك هي خبزتنا، هذه خدمتنا، ما عندناش غيرها. يبدو برشا معناتها يشوفونا كيفاش معناتها بنات ونساء، معناتها كيفاش تخدم كيف من هكا، وتعودوا هم اصلا تعودوا به صراحه. صحيح معناتها ما فماش الانسان اللي يخدموها، وبرشا معناتها يقولونا معناتها كيفاش اصلا تخدموا فيها حاجه كيف من هكا، وصحيح ما فماش، لكن احنا انا معناتها بحكم تعودنا بها نحسوا حاجه عاديه معناتها. كلمات اعجاب وتقدير واحترام، ذلك ما تسمعه وتلحظه عند قدوم كل حريف لهذه الورشه، وهو ذات الحال لمن يعمل معها من كل زملائها. عندي بسكليتات لولادي جبتهم هكا، وقفت قدام السكليست هكا، وين السكليست حبيت نشرح له، لقيت امراه بصراحه تفاجئت برشا وعجبتني الفازه برشا، معناها فرهيضه انها كومبيتونت وتخدم بالقدا وسمعتها بالقدا. عاد بعد بقيت نحكي انا مع العباد راه كيفاش هذه خدمتها، معناها الناس كل يشكروا فيها وتبارك الله عليها. في صباح نخدم معاها مريق للخدمه وكل شيء، تعلمت منها برشا حاجات، مرتاح نخدم صباح الخدمه مرتاح وكل شيء. أسمهان أرادت توجيه عديد الرسائل للكثيرات في تونس، مفادها أن الإرادة هي سر النجاح مهما كانت طبيعة المكان والمجتمع والزمان. أنا تشوف مثلا مش حتى فرق أنا بين المرأة ولا بين الراجل معناتها في ميدانك متاع خدمة متاع عمل، مثلا شوف مثلا مش حتى فرق إذا كان هي تحب، خاطر هي الحاجة دي الرغبة في الـ في الـ الرغبة في فك الشخص هذاك في ذاته، فهمتي؟ إذا كان هو حاجة ما تحب يوصل لها يحب يتعلم. صفحة جديدة من صفحات النضال وبطريقة مغايرة تقترحها ابنة الحوض المنجمية التي من فكت تقدم أسماء ظلمتها الجغرافيا وربما تنساها كتبة التاريخ. أكثر من 3000 شخص سيشاركون يوم 7 جوان في فعاليات نصف الماراثون السنوي للعدو الذي تنظمه جمعية قرطاج بمدينة الحمامات. منظمو التظاهرة أكدوا أنهم يهدفون إلى تشجيع السياحة وإنعاش الموسم السياحي الحالي بواسطة تظاهرات جماعية لتعزيز ثقة السائح بالأمن في تونس.
نحب نقول الماراثون هذايا راهو في القطاع السياحي للرياضة للتألق للتسامح للتسامح نقربوا لبعضنا نبنيو تونس جديدة مع بعضنا اليد في اليد ما غير إقصاء حتى شخص. عندنا اليوم قايدين 3000 مشارك من تونس كبلد منظم من الجزائر من المغرب وطبعا من فرنسا. احنا نستحقوا باش نقفوا مع اخوة كما سي عز الدين بن يعقوب علاش على خاطر يحاول باش يعطي صورة لتونس خارج تونس خاصة ويجيب الرياضيين عندهم سمعة عالمية في عدة تظاهرات. اليوم عندنا الماراثون إن شاء الله يوم 6 و7 وزادة ثم تظاهر في البوكس. احنا كرياضة الجميع نحاول باش نأطروا ونستقطبوا أكثر من جمعياتنا اللي هي مشاركة معانا ومن المجتمع المدني باش ننشحوا التظاهرة باش نقربوا المجتمع المدني من التظاهرات هذه. إلى التذكير بأبرز عناوين نشرتنا لهذه الليلة. مسيرة للجبهة الشعبية تنديدا بالإرهاب في شارع الحبيب بورقيبة اليوم. الحوار الوطني اليوم يناقش مسألة الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية ويؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية لمجابة الإرهاب. الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل يصرح بإمكانية الترفيع في الأجر أدنى المضمون خلال مؤتمر بريد بنابل. وصلنا إلى نهاية نشرتنا، نلقاكم في مواعيد إخبارية قادمة. إلى اللقاء.